يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد برعي. بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوهات، تقريبا اسبوعين، بسبب بقى الابحاث والعيد دخل وكل الموضوعات دي. فان شاء الله احاول انتظم الفترة الجاية في الفيديوهات. فيديو النهاردة هو الفيديو الثالث من سلسلة اعرف اكتر عن موبايلك. كنت عملت قبل كده فيديوهين عن من السلسلة دي، واللي هو اتكلمنا عن الرامات، وبعد كده اتكلمنا عن شاشات الموبايل، وده عن المعالج. ولو مشفتوش الفيديوهين اللي فاتوا هسيب لكم اللينك في التعليقات تحت. فيديو النهاردة بقى هو عن المعالج، وكمان المعالج الرسومي واهم الشركات اللي بتصنع المعالجات. يعني دلوقتي اي حد بيجي يشتري موبايل جديد دايما يجي يقارن بين موبايل او موبايل، الناس تقول له لا سيب الموبايل ده، ده اداء وحش بسبب ان المعالج بتاعه مش كويس، لا الموبايل ده افضل، اداء افضل بسبب المعالج. لو انت بتحب الالعاب اشتري الموبايل ده عشان المعالج الرسومي بتاعه افضل. فاحنا هو ده موضوع الفيديو النهارده، هنتكلم عن المعالج ونعرفه ونعرف ايه هو وبيتكون من ايه وبيشتغل ازاي، وكمان المعالج الرسومي اللي هو تقريبا جزء من اجزاء المعالج يعني. وهنتكلم عن اهم الشركات اللي بتصنع المعالجات وايه هي افضل المعالجات والمقارنة بينها وكل التفاصيل عن المعالج. يعني الفيديو ده هو شامل وكامل عن المعالج. فقبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك لو عجبك الفيديو. خلينا نبدأ في الفيديو على طول. خلينا الاول نعرف ايه المعالج او ايه هو تعريف المعالج. المعالج هو الوحدة المركزية او الخلية الاساسية في الموبايل، بنشبهها كده باللي هو عقل الانسان، زي ما هو بيدي اوامر لكل اعضاء الجسم انها تتحرك او تعمل اي امر، فهو المعالج بيشتغل بنفس الطريقة وهو بيدي اوامر لكل اجزاء الموبايل او اي حاجة في الموبايل انها تشتغل. يعني انت مثلا اما بتيجي تفتح اي تطبيق، فانت دلوقتي بتدي امر للمعالج انه يدي امر للتطبيق ده انه يفتح. فهو هنا المعالج هو اهم قطعة في الموبايل او اهم جزء في الموبايل، وبيسمى او هو المعالج ده اسمه CPU، ودي اختصار لسنتر بروسيسنج يونت، واللي هي وحدة المعالجة المركزية. المعالج بيتكون من ايه؟ قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، المعالج نفسه بيكون يعني مش هو المسؤول عن كل حاجة، هو بيكون جوه شريحة موجود فيها المعالج والمعالج الرسومي والرام والجي بي اس وكل الحاجات دي، وكمان في بيبقى في بعض الاحيان فيها مودم، فبيبقى كل ده موجود في شريحة معانا بتسمى سيستم اون اشيب، يعني تقريبا كده حاجة زي المذر بورد في الكمبيوتر. فهو هنا على شكل مصغر وحطوها في القطعة دي او كلهم متجمعين في حتة واحدة عشان يدي اداء افضل وكلهم يبقوا متواصلين مع بعض بشكل افضل. فدول برضو بيبقوا مسؤولين عن اداء الموبايل مع المعالج والمعالج الرسومي، والمعالج الرسومي ده هنجيله بعد ما نخلص كلام عن المعالج. المعالج بيتكون من ايه او ايه هو المعالج؟ زي ما بنشوفه دايما في الصور اللي هو بيبقى الشريحة الصغيرة جدا دي اللي بتبقى موجودة في موبايل، وهي بتكون فعلا شريحة وفيها ملايين الترانزستور والأسلاك، والأسلاك دي هي اللي مسؤولة عن توصيل البيانات لباقي أجزاء الموبايل أو الأوامر اللي انت بتديها للموبايل، فهو اللي بيوصلها لباقي أجهزة الموبايل. وبتكون البيانات دي عبارة عن لغة أو بتتحول البيانات أو الأوامر دي للغة الزيرو وان، واللي هو أكيد عارفينها يعني اللي خدناها في السنة، فهي دي كانت آلية عمله. لكن المعالج نفسه بقى من جوه متقسم لأنوية، دايما بنسمع ان المعالج ده سنجل كور، كواد كور، اوكتا كور، في كمان تقريبا ديجا كور، اللي هو في بيتقسم لأنوية نواة واحدة. اول المعالج كان بنواة واحدة، بعد كده عشان يحسنوا الاداء بقى بنواتين، اربع انوية، تمن انوية، عشر انوية، دي اخر حاجة وصلنا لها تقريبا. طيب ايه هي فايدة الانوية؟ الانوية يعني المعالج زي ما قلنا بيتقسم لانوية، وكل نواة مسؤولة عن مهمة معينة. يعني مثلا المعالج ده رباعي النواة، فانت ممكن تفتح تطبيق الصور وتفتح لعبة وتفتح الكاميرا وتفتح تعمل مهام كتيرة جدا في وقت واحد، وده بسبب الاربع انوية اللي بيدوك كذا او تفتح اكتر من حاجة في وقت معين او تدي اكتر من امر في وقت معين، فهي دي فايدة الانوية. طيب كل ما عدد الانوية زاد كل ما يكون افضل، يعني لو المعالج 8 انوية هل هيكون ده افضل؟ اكيد طبعا افضل، هيديك يعني اداء اقوى للمعالج، لان انت هتفتح تطبيقات اكتر وهتفتح او هتدي اوامر اكتر بدون ما المعالج يهنج. بس دايما او ممكن نشوف معالج مثلا 4 انوية افضل من معالج
كمان أنوية. طب إيه الفكرة؟ الفكرة هنا إن النواة ليها سرعة. دايما بنسمع مثلا إن المعالج ده بتردد 2.2 جيجا هرتز، والأنوية بتاعته كل نواة مثلا 1.5 جيجا و1.2 جيجا، وكل نواة ليها سرعة معينة. فمثلا ممكن يكون الأنوية قليلة بس فعلا سريعة، يعني هتديك استجابة أسرع للموبايل وأداء أقوى للموبايل. فهنا مثلا معالج 4 أنوية وأسرع من معالج 8 أنوية، بس المعالج 8 أنوية هيديك أوامر أو هيديك فتح تطبيقات أكتر، فاهمني؟ يعني 8 أنوية ممكن يدوك شغل أكتر أو تفتح حاجات أكتر، لكن 4 أنوية ممكن يديك أوامر أقل أو فتح تطبيقات أقل لكن بسرعة أكبر. فهي دي كل حاجة كانت عن الأنوية بتاعت المعالج. كتير بقى بنسمع إن المعالج ده مثلا بيجي بمعمارية 14 نانو أو 12 نانو أو 10 أو 8 أو 7. كل دي حاجات بنسمعها، ودايما لما نلاقي الرقم بيقل نقول المعالج ده افضل وهيوفر في البطارية بشكل افضل. دايما بقولها في اي معالج ان كل ما المعمارية تقل كل ما يوفر في البطارية بشكل اكبر. فايه هي المعمارية بتاعت المعالج؟ دايما اما بنقول مثلا 10 نانو فالمعالج ده بيكون عبارة عن خلايا او اجزاء كتيرة جدا، ملايين من الاجزاء اللي بتقوم بالعمليات او العمليات اللي بيقوم بها المعالج اصلا، لانه بيقوم بملايين المعالجات او ملايين المعالجات او ملايين العمليات اللي بيقوم بها في الثانية. فهنا المعالج ده متقسم لخلايا صغيرة جدا، فحجم الخلايا ده هو المعمارية. يعني مثلا لما نقول المعالج ده بمعمارية 10 نانو فهنا حجم الخلايا دي بيكون 10 نانو، بيكون حجمها صغير جدا. طيب ايه فايدة ان الحجم ده يكون صغير؟ الحجم ده هيستهلك طاقة اقل، هيوفر لك في البطارية بشكل اكبر، هيديك ان السخونة تكون اقل، وهيديك اداء افضل، كمان مساحة اقل ان انت تحط حاجات تانية بقى. يكون حجم المعالج مثلا صغير فده يديك مساحة تانية ان انت تحط امكانيات او خيارات كتيرة في الموبايل. فهي دي المعمارية او دي فايدة المعمارية بتاعت المعالج. فدي كانت كل حاجة عن المعالج او السي بي يو. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا واللي هو تقريبا جزء منه، اللي هو الجي بي يو، ودي وحدة معالجة الرسوميات او الصور. والجي بي يو هي جرافيك بروسيسنج يونت تقريبا، واللي هي زي ما قلنا وحدة معالجة الرسوميات. طيب ايه فايدتها؟ زي ما قلنا ان المعالج مسؤول عن معالجة كل حاجة في الموبايل، لا ده حاجة متخصصة بس في الصور. يعني المعالج ممكن يؤدي لك كذا، يعني اي حاجة انت عايزها او اي امر انت عايزه، تفتح تطبيق، تلعب لعبة، تفتح كاميرا، تتصل، اي حاجة بيعملها. لكن هنا الجي بي يو هو متخصص بس في معالجة الصور او معالجة الجرافيك. طب ايه علاقته بالالعاب؟ هنا الالعاب عبارة عن صور متحركة، فهو المسؤول عن معالجة الصور دي او بيديك تجربة افضل للالعاب. فهنا كل ما كان المعالج الرسومي افضل كل ما هيديك اداء افضل في الالعاب. كده تكون انت عرفت كل حاجة عن المعالج، وتقدر تميز المعالج القوي من المعالج الضعيف، المعالج الموفر مش من الموفر، وايه هي فايدة الانوية ومعنى المعمارية السبعة نانو، وكل حاجة عن المعالج. دلوقتي انت بقيت فاهم كل حاجة، يعني ان شاء الله تكون فهمت كل حاجة عن المعالج، وانت كده مش محتاج تعرف اي حاجة تاني عن المعالج. اما بقى عن الشركات اللي بتصنع المعالجات او الاسامي اللي بنسمعها زي مثلا كوالكوم، سناب دراجون، وكل الحاجات دي، فهنا هنقسم الموضوع ان في 5 شركات بتصنع المعالجات دي، اولهم كوالكوم واللي هي سناب دراجون، ودي بتكون معالجاتها بتبدأ من الفئة الاقتصادية واللي هي 400. فانت اول ما تشوف اي معالج مثلا بيبتدي مثلا سناب دراجون 400 وكذا، فاعرف ان ده معالج ضعيف وفي اقتصادية وما بقاش قوي او ينفع دلوقتي في الفترة دي. بعد كده بقى اللي هي فئة 600، ودي تعتبر متوسطة شوية بس برضو ادائها بقى ضعيف في الفترة دي. بعد كده بقى 700، ودي من معالجات الفئة المتوسطة، احنا بنشوف 720 و730، فدي معالجات الفئة المتوسطة. بعد كده في بقى 800، واللي هي 845 55 65، فدي اقوى المعالجات من الشركة دي واللي هي بتاعت الفلاجشيب، فدي معالجات الكوالكوم او السناب دراجون. بعد كده بقى في معالجات لسامسونج اللي هي بتصنعها واللي هي اكزينوس، من اول بقى ليها برضو كذا فئة اللي هي 7000، ودي الفئة الاقتصادية برضو. بعد كده 8000 و9000، بعد 9000 دي هي اقوى فئة من فئات المعالجات في سامسونج. بعد كده برضو في شركة تانية واللي هي هواوي او اونر، بيعملوا معالجات
كيرين، واللي هي بتبتدي بقى من كيرين 400 برضو، ودي اضعف معالجات من كيرين. بعد كده ال 600 وال 700، وبعد كده ال 800 كمان. 800 ده يعتبر دلوقتي فئة متوسطة. بعد كده ال 900، ودي هي اقوى فئة من فئات المعالجات بتاعت هواوي. كمان في شركة بقى اللي هي ميديا تيك، اللي بقت مؤخرا بتشوفها في موبايلات كتير، بتبتدي بقى معالجاتها من هيليو بي 20 او هيليو بي 22، ودي اضعف فئة عندها. الفئة الاقتصادية بقى تطلع 20 25 35. بعد كده ال 60 وال 70 دول يعتبروا فئة متوسطة. كمان في فئة الالعاب واللي هي جي 70 وجي 80 وجي 90، ودي تقريبا اقوى معالجات من ميديا تيك. في بقى اكيد معالجات ابل واللي هي 10 و11 و12، فدي اكيد سهله، كل ما الرقم يكبر كل ما المعالج يكون افضل. فدي كانت كل الحاجات عن المعالج. اتكلمنا الاول عن، عرفنا المعالج وبعد كده بيتكون من ايه وبيشتغل ازاي ويعني ايه المعماريه بتاعته وايه هي عدد الانويه، وبعد كده اتكلمنا عن المعالج الرسومي وعرفنا ايه اهميته وعلاقته بالالعاب وكل الشركات اللي بتصنع وكل المعالجات اللي بنسمعها الفتره دي. فدي كانت كل الحاجات عن المعالج، يا رب يكونوا استفدتوا منه وفهمتوا من الشرح، وقولوا لي هل فهمت ولا لا. وكمان عايزين نتكلم عن ايه في الموبايل من السلسلة دي الفترة الجاية، ايه الاجزاء اللي عايزين نتكلم عليها الفترة الجاية. فدي كانت كل حاجة عن المعالج، يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.